السلام عليكم الشبيبة. وعليكم السلام الأخ عبد الخالق. هاك سهران أخويا أخ علي أخ سعيد كريم سفيان سمير الله يبارك فيك الأخ سمير أخ علي شيتورة أخ فراس وعليكم السلام الأخ سمير الله يبارك فيكم. المهم الإخوة والأخوات نحاولوا أنه ندير تعليق، الآن مانيش نقرأ في التعليقات، نحاول ندير تعليق فيما يتعلق بتوقيف الجنرال توفيق وسعيد بوتفليقة وجنرال طرطاق، وكذا توقيف مسؤولين آخرين سواء تعلق الأمر بالناس اللي راهم هما يشتغلوا في الرئاسة أو ناس خارج الرئاسة. كاين بعض الشباب هكذا اللي مرة على مرة يسألوني أو مرات هو أنه يطلبوا الرأي نتاعي فيما يتعلق بما يجري في الأحداث ثقة منهم في شخصي، وكاين ناس اللي ما مش فاهمين الأمور هكذا كيفاش راها تجري، بالتالي هما يقول لك باللي يا هل ترى درك مثلا هذا التوقيف نتاع هذا الناس، يا هل ترى هو راه في صالح هذا الحراك، يا هل ترى التوقيف تاعهم هو ذر الرمادة للعيون، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بالتوقيف نتاع هذه الشخصيات. لماذا في هذا الوقت بالذات؟ هناك أسئلة موضوعية وهناك أسئلة منطقية. درك كاين الناس اللي هما مرة على مرة تسمعوا في بعض الكلام هكذا نتاع بعض الناس هكذا اللي يقول لك باللي هذه راه فيها عملية نتاع تطهير. نحاولوا هو أنه نديروا فرضية نتاع أنه هاد الناس راهو الكلام نتاعهم صحيح، الناس اللي راهم يقولوا هما باللي راهو كاين فيه تطهير داخل الصفوف نتاع الجيش ومقارنة بالتوقيف نتاع هذه الشخصيات. يعني كي نربطوا هنا الأحداث، وفيه في المقابل الناس اللي هما يقولوا باللي راهو نتيجة نتاع الحراك، بمعنى أنه فيه حراك والحراك هو اللي راهو طالب بذهاب هذه الشخصيات، وبالتالي منطقيا هو أنه هذا القيادة نتاع الجيش والله القضاء قال راهم هما وقفوا هذا الناس. نأخذوا الفرضيتين ونحاولوا هو أنه نحلوهم بكلام موضوعي وكلام عقلاني بعيدا عن دغدغة العواطف. درك إذا خذينا هذا جنرال توفيق وخذينا طرطاق وسعيد بوتفليقة، يا هل تراهما من نفس الكلام؟ منطقيا وموضوعيا لا، لأنه درك هذا سعيد بوتفليقة ارتبط بخوه عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999، قبل سنة 1999 واحد ما يعرف هذا سعيد بوتفليقة، ربما يعرفه الناس اللي راهم هما كانوا يعني درسوا في الجامعة أو كانوا طلبة أو ناس اللي عندهم علاقات شخصية مع العائلة نتاع بوتفليقة أو ناس هكذا من الإعلاميين، والله يعني الناس اللي عندهم علاقات. بالتالي هذا سعيد بوتفليقة ما كانش موجود. جنرال توفيق هذا والجنرال هذا طرطاق، يا هل تراهما غرباء على سعيد وعلى القايد صالح؟ يا هل تراهما غرباء داخل المؤسسة نتاع الجيش؟ هذا راهو واسمه توفيق، راهو من سنة 1990 هو حاكم في الجهاز تاع المخابرات، وهذا طرطاق راه واحد من الأعوان نتاعو. لنفترض هو أنه هاد الناس هادو بهذا الكلام اللي يقولوا أنه تطهير داخل الجيش، من وقتاش بداو يقولوا باللي راهو كاين تطهير؟
الكلام تاعهم يقولوا من 2015 بعد تنحيه نتاع جنرال توفيق. شكون داروا في بلاصتو؟ داروا في بلاصتو طرطاق باش ما يجي حتى واحد يهفكم، وبقي طرطاق في المنصب نتاعو الى غايه هو انه استقال بوتفليقه باش ما يجي حتى واحد يلعب لكم على العاطفه نتاعكم او يحاول يغلطكم. درك لو كان نقولوا مثلا هذا بشير طرطاق فرضا بالمنطق هذا نتاع انه راهو فيها عمليه نتاع تطهير بدات في 2015 وجات جايه، قال باللي درك هذا راهو طرطاق ما كانش، نقولوا باللي والله غير هذ الناس وراها جات راها سلسله يعني كيما نقولوا متتاليه، وين انه الان راهو قال طرطاق راهم هزوه للسجن وتوفيق راهم هزوه للسجن، قال والله هذ الناس هذو الكلام نتاعهم صحيح. يو هذا راهو القايد صالح نفسه راهو اقترحوا الجنرال توفيق على جال باش يعينوا بوتفليقه. وفرضا هو انه راهو فيه هذ العمليه نتاع تطهير داخل المؤسسه تاع الجيش، معنى واش؟ معنى انه حصل انقلاب عسكري، لا يمكن هو انه يجري هذا تجري هذه التغييرات هذه داخل المؤسسه نتاع الجيش دون علم سعيد بوتفليقه اللي هو بالتعبير نتاع هذ الناس كان هو الامر والناهي. من المستحيلات السبع تجري هذه الترتيبات وهذه الاجراءات بعيدا على هذا الثعلب هذا هذا الذيب هذا هذا الضبع هذا نتاع اسمه طرطاق، مستحيل. شو اللي حصل وش هو؟ وفرضا هسيدي نروحوا درك لهذ الناس هذو درك نجي من بعد نحلل هذه القضيه. فرضا هو انه هذ الناس في المقابل اللي هما قال لك النتيجه نتاع الحراك، ونتيجه هو انه راهو الحراك هذا بما انه راهو طالب بذهاب القايد صالح، فالقايد صالح هو الان اراد هو انه يستعمل هذه القضيه هذه كورقه على جال باش هو يزيد يستعمل مزيد من الوقت الى غير ذلك. يا هل ترى الحراك هذا راهو يطالب هو بتوقيف طرطاق؟ الحراك راهو يقول يروح بن صالح، راهو يقول يروح بدوي، راهو يقول يروح بوشارب، وعلى بالنا باللي هاد الناس هذو راهم يطالبوا بمحاكمتهم، راهم يقولوا الناس كل تروح كامل. ولكن الأولوية هو أنه راه الناس تحكي على بن صالح مش في شخصه هو وإنما في منصب الرئاسة، بدليل هو أنه راكم شفتوا البارحة في عدد من الولايات خرجوا ناس، سواء خرجت هذيك المبادرات من طرف هذا الشباب الغاضب، هذا الشباب اللي هو راهو يطمح للتغيير وطالبوا هما بمرحلة انتقالية وقالوا باللي لازم يكون هناك أحمد طالب الإبراهيمي مثل ما شفتم في ولاية البرج ومثل ما شفتم في ولاية واحدة أخرى، أو راهم يتعاملوا مع ناس. المهم فيه مطالب بذهاب بن صالح وبذهاب هذا بدوي وبذهاب هذا وش اسمه هذا بوشرب، وش عينوا لكم في جبهة التحرير؟ وش عينوا؟ يا هل ترى الشخص هذا الذي تمت تعيينه ولا انتخابه بين قوسين، يا هل ترى هو يلبي هذا التوجه انه فنباري الباديسي قال سيدي واش دخلنا في جبهة التحرير؟ هذا راهو حزب سياسي وما يهمناش فيه، روح ما عليش يا سيدي، الرئاسة تدخل فيها تنحي، قال ها ومنحاول المسؤول الفلاني رب رابط تدخل فيه، قال هذا كان عنده المال. فهموا رواحكم درك، يا اما انه ديروا سياسة وكما يقول كما قالوا هاش ناس بكري خرج الرب عريان يكسيك تخرج ليها مباشرة دير السياسة، واما هو انه تبركة من تبلعيط. القضية وما فيها هو أنه هذا القايد صالح مثل ما قلت لكم وراها الآن جت هذه الشهادات نتاع خالد نزار
ونتاع اليمين زروال، وين انه قال هناك كان لقاء بين هذا جنرال توفيق وزروال ومع سعيد بوتفليقة. وعلاش هما كاين بعض من الناس اللي هما راهم يطرحوا في اسئله منطقيه واسئله موضوعيه، يقول لك علاش ما راحوش مباشره هزوا توفيق، وعلاش مباشره ما راحوش هزوا السعيد، وراني تحدثت عليها في تسجيلات سابقه. قلت لكم انا الرساله هذيك اللي هو كان يوجه فيها القايد صالح ماهيش مباشره لتوفيق، لانه عارف باللي توفيق هذا راهو وراءه جهاز راه متواجد على مستوى 48 ولايه، وبالاضافه الى انه راهو مازال موجود في الخارج، هذا اللي سميناه احنا منذ سنوات الدوله العميقه. وبالتالي هما راهم قادرين يتحركوا، هو راهو كان يوجه في رسائل. درك الان هما باش هما راحوا لهم راحوا جبدوا ناس بطريقه غير مباشره، وهذوك الناس هجبدوهم. درك لو كان هما راحوا مباشره راحوا لسعيد بوتفليقه هاي باينه قلت لا باشتا، هما راحوا الناس اخرين قال راحوا الملزي هذاك، ومعروف هذا ملزي، انا كنت في السياحه رحت درت اسبوع ستاج براتيك في 88 وقيلها والله 88 ولا في 87، المهم 87 88 هكذاك في سيدي فرج، كان ثم كي في الاوتيل هذاك تاع الرياض درت انا ستاج تما 88 اعتقد، كان ثم هو كان مدير، يعني انا ملي حليت عينيا هو ثم متكسل ثم، وهو يعرف. كاين بعض من الناس يقول لك يا ودي هذا الملزي هذا واش هو، راه حاكم اوتيل لي زافير هذوك الكل كانوا يجريو في الفنادق نتاع الفيديوهات هذيك والكاميرات والاجتماعات واللقاءات والصفقات وكلها كانت تجري في الفنادق في الرياض وفي سيدي فرج وفي اماكن واحده اخرى. درك هما لما جبدوا هذا الملزي هذا عندهم ملفات كبار، هذا الملزي والاقامات هذيك اللي راها موجوده، الفيلل هذيك اللي راها موجوده، وابناء الشخصيات اللي ثم كلهم راهم عندهم ملفات عند المخابرات، مصورينهم عرايا كل شيء في لي زوتيل هذوك، هذا راه عنده ملفات كبار. دوك هما لما راحوا الملزي، ملزي يجبد جماعه، دوك هو لما يجبد الجماعه هذا يجبد هذا، يحقوا التوفيق للسعيد والتوفيق يلحقوا ليهم فيما بعد. درك هذا بن صالح كي دوكا يتجبد توفيق ويتجبد طرطاق، ما راحين يهضروا على بن صالح هذا، بالتالي درك هو هذا بن صالح بملفات نتاع ضغط هو يقدم الاستقاله نتاعو رغم انفه، يقدم الاستقاله نتاعو يلحقوا ليه ملفات راه جايه كيما السبحه هذيك راه تتحل بالحبه. درك هاد الناس لو كان جاوا راهم درك هما يحوسوا فعلا على معالجه نتاع الازمه، معالجه حقيقيه منطقيا برك يا الاخوه والاخوات عند المسلمين، انا لا اتحدث على غير المسلمين، اتحدث على المسلمين، يعني انت ما هي الاشياء اللي انت تكون عندك اولويه، يا هل ترى المال ولا النفس منطقيا وموضوعيا وشرعيا، يا هل ترى هي الاموال ولا الانفس، الدماء اللي سالت راها اكثر من 200 الف قتيل، 20 الف مختطف، هذو ما نهضروش عليهم، ما نتكلموش عليهم، نتكلموا فقط على المليارات. وبتفليقة ما محلهم من الاعراب، نحكيو على السعيد ما نحكيوش على اخوه، اخوه راه مريض ما نحكيوش عليه. شكون جاب هذا بوتفليقة السعيد هذا شكون جاب؟ الم ياتي به عبد العزيز بوتفليقة؟ شفت البارح انا الاخوه في البرج تأثرت مثل ما يتأثر أي إنسان، شفت إخوة هكذا رافعين الصورة نتاع أحمد طالب الإبراهيمي، وعادت بي الذاكرة للوراء، بديت نتفكر أنا نهار اللي شمعونا المطر
لربما راه واحد من الناس اللي شمعوا المقر، بالك لربما راهو البارح كان حاضر في الماء وهز فيها ضربو راهو ضد العصابة. والله ما يم... والله ما هي مستغربة، شمعوا لنا المقر ثم. المقر هذا كان موجود في بيت نتاع مجاهد، كان رئيس تاع القسم نتاع المجاهدين على مستوى الولايه نتاع البرج. يقولوا له عبد الله، الشيخ عبد الله بن كعلول، هو واحد من تلاميذ تاع جمعيه العلماء، واحد من التلاميذ تاع جمعيه العلماء، ماشي الجمعيه تاع العلماء نتاع تاع قسوم، تاع الشيخ بن باديس نتاع الابراهيمي. هذا كان امام ثم في الجامع نتاع البرج، معروف يعني الجيل القديم هذاك يعرفوه، كنا دايرين المقر عنده. الا كان راهو يسمع فيا مراد تحيوه، ربي يرحمه الشيخ عبد الله، واحد مبليسي في الثوره عنده رجل نتاعو ضربوها له، ضربوها له تقريبا في الدار تاع قدام الدار تاعنا في برج الغدير، قدام الدار تاعنا في الدشر تحديدا ضربوه، ثم ضربوه العسكر بلي سوا كان مدرق هكذا وجا هارب وضربوه ثم بلي سوا في كراع وكذا، وحكموا الكلب ثم نتاع العسكر وهذيك. هذا الشيخ عبد الله ربي يرحمه. قاعد نتفكر انا، قلت انا سبحان الله، شوف يعني في وقت من الاوقات كان هذا احمد طالب ابراهيمي كان راهم البقايا نتاع الفيس، هاد الناس اللي راهم دوك يتحدثوا على الدستور، كان احمد طالب ابراهيمي كانوا هذو البقايا نتاع الفيس، وكان هذا محمد السعيد اللي راهم دوكا كاين واحد معاه سمعته دوك النهار اللي تكلمت عليه في الفيديو هذاك نتاع الدستور وما الدستور. محمد السعيد في 2009 ترشح مع بوتفليقه بعد ما بالوا على الدستور، بالوا عليه، بالوا بول على الدستور، ولعلكم راكم على بالكم، تم تعيينه وزير، وراكم حضرتوا القضيه نتاع تيغنتورين، كان هو وزير، داروه وزير تاع الاتصال. راجعوا التصريحات، راجعوا المواقف، شوف انت دوكا في 2019 الصوره نتاع احمد طالب الابراهيمي في ولايه نتاع البرج، قاعد انا مع راسي هكا، الجباس وما ادراك ما الجباس، شمينا فيها الغاز في 1991، غاز كبير شميناه ثم في الجباس في المكان هذاك بالذات، بالك العود راهم نتاعو الشرطه، بالك شبا راهم مازالهم محتفظين بكشبه دي كاسات فيديو هكذا، ولا بالك يشوفونا ثم. وقاعد نشوف انا في بعض الاطفال هكذا، واحد اسمع فيه هكذا جاء وراهو دار مسيرة مسكين وحقروه وكذا في 91، كنا نشمو في الغاز قبل ما تخلق انت خلاص. وقعدت لنا هاد الناس درك اللي راهم درك هما يتحدثوا، يا ودي هاد الامور راه ما جاتش غير هكذا برك، قلت لكم باللي درك هذا بوتفليقة نهار اللي جاء منذ تلك الفترة وهو يمارس في هذا الاقصاء السياسي، مارس الظلم، مارس الحقرة، مارس الجهوية، مارس التبذير نتاع الأموال. صحيح هو أنه كانت فيه بعض الإنجازات، صحيح، ولكن مثل ما قلت لكم هو منذ 2005 بعلم القايد صالح، لأنه القايد صالح هذا راه من 2004 هو معاه، ما تجيوش تلعبونا ولا تحاولوه، وما رانيش ضد المؤسسة نتاع الجيش، نحن مع مؤسسة الجيش ومع الشرفاء ومع الأطهار ومع الأخيار ومع الناس اللي يحبوا البلاد، ونتحيو لهم الليل والنهار. وراني قلتها في تسجيل راهو موثق وموجود على الإذاعة نتاع وطني، لما كان واحد ما يقدر يتحدث على هذه الأمور، وكنت نقول باللي المشكلة راها موجودة في القيادة نتاع الجيش. النهار توقفوا ضد هذا الفساد، وتوقفوا ضد هذه العصابات، وتوقفوا ضد هذ المجرمين، تلقاونا في الصفوف الأمامية معاكم، ولن نخذو لكم، وسنكون معاكم في الصفوف الأمامية. لكن الآن من حقنا يا صاحبي، من حقي أنا باش نسأل، من حقي على جل باش أنا نطرح
يعني بعض الامور هكذا اللي هي موضوعيه واللي هي منطقيه، اي انسان اللي راه يحوس هو على الخير للبلاد يطرحها. شعب الجزائري دوك الان يعني ترى ما يفهمش هذه الاطارات، هذه الكفاءات، يعني هذه الشخصيات المختلفه، هذو ما يفهموش. القايد صالح راهو دوك الان راه من الناس اللي يعرفوه داخل الجيش، او ماناش جايين من كوكب المريخ، هم يعرفون المستوى الثقافي نتاعو، ورقة يقرا فيها. واش معناتها؟ معناتها انه راه كاين ناس من وراه. درك لو كان نقولوا مثلا درك القضيه راه كاين فيها هذا العمل هذا نتاع تطهير، معناتها باللي هاد الناس راهم داروا انقلاب عسكري. ولو كان نقولوا راهم داروا انقلاب عسكري، واش خلى هذيك بن غبريط، واش خلى يحيى، واش خلى بدوي هذا على جال باش يزيد يتعاود يتعين، واش خلى طرطاق يزيد يعاود يتعين في الجيش؟ وكاين هناك الكثير من الاشياء اللي هي وقعت، كانت هناك اشياء تصرى، نسمعوا تصريحات او نسمعوا كذا، لكن في المقابل نشوفوا اشياء اللي هي مناقضه. ولعلكم راكم تبعتوا الزياره نتاع ساركوزي، تبعتوا الزياره نتاع فرانسوا هولاند، تبعتوا الزياره نتاع شيراك، تبعتوا الزياره نتاع ماكرون، وكثير كثير من الاهداف. الشيء اللي حدث واش هو؟ مثل ما قلت لكم في تسجيلات مختلفه، هو انه كانوا ماشيين ذاهبين للعهده الخامسه، وقلت لكم باللي هذا سعيد بوتفليقه كان مع خوه منذ البدايه، منذ 2005 لما مرض بوتفليقه وجابوه لفرنسا لفال دو غراس، منذ تلك الفتره وسعيد خوه هو اللي راهو حاكم وعلى بالهم. لكن هما النهار اللي درك هما قرروا على جال باش يتنحى القايد صالح بالاتفاق مع هذه الجماعه، درك الان راه فضحتهم هذيك الرساله نتاع واسمو نتاع زروال، وفضحتهم التصريحات نتاع نزار. لما هما قرروا على جال باش يتنحى القايد صالح، القايد صالح راني قلت لكم انا لقى الحراك، والله العظيم لو كان ما هذا الحراك لو كان كلاو لراسو الحراك هذا. درك هو لما شعب خرج، هما قلت لكم راهم في البدايه حاولوا على جال باش هما فقط يوقفوا العهده الخامسه، وكانوا يمانيبيليو في ناس، والناس في الاغلبيه نتاع الشعب الجزائري كانت متوجسه وخايفه. خايفه هو انه تعاود تدخل الجزائر في نفق، خايفين هو انه تعاود ترجع الجزائر الدماء والدموع، وكذا كانت الناس خايفه. لما هما هاد المجموعه نتاع الدول العميقه كانوا هما يحوسوا فقط يمنعوا واش اسمه العهده الخامسه، ولكن هما متحكمين في الاداره، متحكمين في الاعلام، متحكمين في المال، وقادرين هما يعقبوا بالناحيه القانونيه يعقبوا شخص واحد اخر. يعني هما لما يمنعوا بوتفليقه معناتها السعيد راح، والجماعه اللي دايرين به والجنرالات هذوك ما عندهمش بوفوار اللي راهم في الصفوف الاخرى، ما عندهمش بوفوار. هما راه الحكومه في يدهم، كان يحيى ومن بعد شي اللي حصل واش هو انه هاد الجماعه نتاع بوتفليقه لما دوك صرا هذا الحراك، هذا القايد صالح لما هما حبوا ينحيوه هو خرج عليهم الطريق، خرج عليهم الطريق، قال لهم انا ما نستعرفش بكم، صاي سي بون، حبيتوا تلعبوها لنا دوكا باللي خلاص خي على بالكم خي على بالي به باللي راه مريض، وما واش هو اللي دار هاي. درك هما هذا القايد صالح من بعد هو لقى هذا الحراك الشعبي اعتمد عليه، حراك شعبي. واش كان يطالب؟ جماعه كانوا يحوسوا على الماده 102، من بينهم هذو جماعه نتاع الدول العميقه، خطر كانوا على بالهم باللي هما دايرين حتى هذه القوانين والله هذيك صايغينها، يعني قادرين كيما نقولوا مثل ما قلت لكم، يعني جبت لكم واحد المثال هكذا. انت يا هما راهم عندهم الجذور، تقطع انت واسمو ظلفه هكذا، والله عارف والله يعاود يخلف. حبوا هما يستعملوا هذه الماده 102 من الدستور
لكن بمجرد هو انه تم التغيير نتاع ويحيى رفضوها، خطر عليها راحت الحكومه من يديهم. هما كانوا يحوسوا يستعملوا إهانة للجماعة نتاع بوتفليقة، يخرج يستعملوا له هذه القضية نتاع 102 من الدستور، بحيث هو أنه يعلن العجز نتاعو. دوك الجماعة هذوك ما حبوش، جماعة نتاع بوتفليقة ما حبوش، واش ولاو داروا؟ ولاو بداو يحركوا في ناس على جال باش يروحوا الزروال ولا شخصيات أخرى، يحوسوا على شخصية. وكان هذا واسموه هذا الأخضر الإبراهيمي، عاودوا رجعوا فقط للتسجيلات تلقاوه باللي استقبلوا بوتفليقة شحال من مرة، شحال من مرة استقبلوا بوتفليقة. علاش كان يستقبل فيه؟ يجي يقصر معاه برك، يجي هو يتقهوى معاه، وعنده علاقات وطيدة لأنه بنته متزوجة بخو هذاك الأمير تاع الأردن، عنده علاقات مع الأمريكان مع الفرنسيس، عنده علاقات جد ممتازة، وراهم مشى معاهم في عدة ملفات من بينها انت الملف تاع أفغانستان وتاع لبنان، يعرفوه جيدا. وكان واحد من الناس اللي كانوا يراهنوا عليهم. درك هما مباشرة لما تبدلت الحكومة نتاع يحيى خلاص، هذا القي صالح هو كان هو بعث رسائل للشعب الجزائري، قال نطالب بالمادة نتاع 7 و8. واش خلى هذه المدة كامل؟ وعلاش راه مخلي الامور راه معطلة؟ ما هي الأولوية الآن للشعب؟ وحتى الناس دوك اللي هما الآن راهم هما خايفين من الوقت، ونحن نقاسمهم بعض القناعات وبعض المواقف، رانا نقاسمكم هذا التخوف، رانا خايفين على الجزائر مثلكم، ما نقولوش كثر منكم مجيدي، رانا خايفين على الجزائر مثلكم. يا هل ترى دوك انت يا الانسان اللي راك تحوس انت على جال الشعب الجزائري يروح حتى الكات جوي، علاه راه درك رانا في ماي، علاه تروح تستنى حتى الكات جوي؟ علاه اذا كان الناس راه خايفه مباشره، راه درك كاينه حاضنه شعبيه، الشعب الجزائري يطالب بذهاب هذا بن صالح وبدوي، فلتجتمع هذه القياده العسكريه مباشره. كاين بعض من الناس يقول لك الدستور، واش من الدستور؟ ضد الدستور هذا كيفاه؟ كيما يقولوا في البلاد الدب جيفه ومصورو حلال، والله كيفاه؟ امنا عصابه، امنا مخيطين الدستور، امنا نهبوا الاموال، امنا يتعاملوا مع جهات اجنبيه، وراح تحكي لي انت على الدستور؟ واش من الدستور هذا؟ دستور مين شافها؟ دستور بالي عليه بوتفليقه في 2008، والدستور ما راهيش الناس تخدم به، راني قلت انا عشرات ومئات والاف المرات، واش من الدستور هذا؟ وريولي ترى هذا الدستور اللي يقتلوا به الناس، وريولي ترى هذا الدستور المواد نتاع الدستور اللي يمنعوا بها الناس من التنقل، وريولي ترى هذه المواد نتاع الدستور اللي هما ينهبوا بها الاموال، وريولي المواد نتاع الدستور اللي هما يتعاملوا بها مع جهات في الخارج ضد المواطنين نتاعهم، وريولي المواد نتاع الدستور اللي هي تسمح لهم على جال باش يديروا صفقات مع دول اجنبيه على حساب الشعب نتاعهم، وريولي. ما كان حتى ماده في الدستور، دستور هما مستعملينه كقناع تخفوا به ويطبقوا المواد نتاعو على الشعب، ودايرين هما كي شغل دي زوبستاكل، تتعدى نتا واحد تلقى واحد، تتعدى واحد تلقى واحد، وقاعدين هما يستعملوا في هذيك القوانين على الشعب، لكن هما القوانين كلها تحميهم. لذلك الاخوة والاخوات ما لازمش نتوما تخافوا من هذه المسألة نتاع الدستور، او حتى فيه جهات اجنبية، كاين هناك اشياء اللي احنا لازم نديروها، كاين فيه الان دوك راها صراعات راها موجودة منذ الوهلة الاولى، ونحن نحذر من هذه الصراعات. اخويا هذا الاخوة اللي راهم في منطقة القبائل، راني شفت انا ما عنديش هذاك اللف والدوران هذيك، ونتكلم بمسؤوليه. كاين اخوه في منطقه القبائل يثيرون في بعض المواضيع هذيك موش وقتها، وكاين منهم ايضا اللي هما يستغلوا في بعض المواقع. قال مثلا في الجزائر العاصمه جماعه تروح تصلي، هما يروحوا يسبقوا لا غرون بوست بالدرابوات هذوك نتاعهم،
وبعض الصور هكذا قالها ومع طب الناس وهذيك، والناس في المقابل يديروا في ردود فعل ثاني كيف كيف، يروح يهز لك هو ثاني اشياء اللي هي ضدك انت. ورانا نشوفوا فيها دركا يعني مؤخرا هذا الضرب نتاع ربراب وقضايا اخرى. يا اخي اذا كان راكم تحوسوا على التغيير، كاين بعض المواضيع مش وقتها، ركزوا على العلم الوطني، ما تعطيوش فرصه لهذه العصابات اللي راها مازالت هي تستغل في مثل هذه المواضيع. اذا كنتم تحوسوا على التغيير، تحوسوا على التغيير فعلا، وتحوسوا على جال باش يكون هناك عمل جماعي. عارف انا باللي فيه ناس اللي هما يخافوا من الانتخابات، خاطر على بالهم برواحهم باللي اقليه في هذا المجتمع وما راهم راح يديو والو بالانتخابات. رانا على بالنا بهذه الامور، لسنا غرباء على هذا الشعب، ولا نحن اتينا من كواكب واحده اخرى، رانا ابناء الشعب ونعرفوا هذه التفاصيل. درك كاين هناك اولويات هذه الجماعه. يا اخي ركزوا على الوحده الوطنيه، ركزوا على العلم الوطني، كاين بعض الاشياء مش وقتها. خلي الناس اولا تركز على جلب باش يكون هناك تغيير. حتى هاد الناس اللي راهم درك هما وراء القايد صالح ومانيش عارف انا ثاني حتين حابين ثاني هما ايضا على جلب باش هما يفرضوا بعض الامور، حتى الناس اللي راهم ايضا ثاني هما عندهم توجه اسلامي كيف كيف وحابين هما ثاني ايضا يفرضوا بعض الامور، يا اخي مش وقتها. اكل مش وقتها، خليونا اولا نرتبوا الاولويات نتاعنا. تعرفوا باللي الجزائر راها مستهدفه ليس من الان، وما ناش الان في وقت الحساب، وما ناش الان في وقت نتاع تقسيم المغانم. خليونا اولا هو اننا هاد الناس اللي راهم دركم متخوفين من هذا الوقت، من عمل الوقت، ومن حقهم ونحن نقاسمهم ذلك، لانه درك هذا تأجيل هذا الحلول هذا راهو في صالح هذه العصابات وفي صالح هذه الدول العميقة، وقادرين هما في أي لحظة يعودوا يمسكوا الحكم بطريقة أو بأخرى، خاصة إذا ارتبطت الأمور بشخص القايد صالح. والله قادرين يبعثوا له واحد يعطوا له الحس، يقتلوه والله يسموه في كش حاجة وبسلمة بالعافية، ومن بعد تدخل الجزائر في حيط. ما ناش حابين احنا هو أنه ندفعوا لهذا التعفين هذا. يا أخي خلينا نرتبوا الأولويات نتاعنا. دوك راها كاينة فيه مطالب شعبية على مستوى الوطني تطالب بذهاب هذه المجموعة، لأنها تعتبرها باللي راها استمرار للنظام. واش هو الشيء اللي تغير؟ ما الذي تغير؟ صحيح هو أن الشعب الجزائري كسر حاجز الخوف، صحيح هو أن الناس راها الآن تحررت إلى حد ما في بعض وسائل الإعلام، صحيح هو أن الناس راها تعبر في الشوارع وفي الطرقات، ولكن كاين هناك أشياء لم تتغير. كاين هناك مساجين راهم مازالوا في السجن، ما كان حتى واحد راه يتحدث عليهم. كاينين الآلاف المؤلفة نتاع اللاجئين في الخارج، واحد ما راهو يحكي عليهم. كاين الناس اللي راهم مازالهم إلى اليوم مازالهم ممنوعين من التنقل إلا بإذن ثاني كيف كيف. بالتالي دوك حنا صحيح هو ان احنا ما نديروش هذه الامور احنا مقارنه بالشعب، ولكن رانا نشوفوا ايضا في ناس اللي هما انقلبوا 360 درجه، كانوا البارح مع النظام كذا واليوم راهم صاروا محتضنين وسائل الاعلام المختلفه. رانا نشوفوا في التغطيات الاعلاميه، رانا نشوفوا في الوجوه اللي راهم يجيبوا فيها، كلهم يا اما انه كانوا يشتغلوا مع النظام او الان راهم يلعبوا في دور نتاع معارضين وكذا، او من الناس اللي راهم فقط هما ماشيين مع هذه الفرضيه نتاع القايد صالح. يا خويا المؤسسه نتاع الجيش ليست القايد صالح، والجزائر ليست بوتفليقه ولا توفيق ولا طرطاق ولا زيد ولا عمر من الناس. هذه فرصه على جال باش حنا نخرجوا من هذه المازق، نرتبوا الاولويات نتاعنا. كاين ناس راها تطالب بذهاب هذا بن صالح وبدوي وكذا وكذا، كاين ناس اللي الان حابين يديروا تحايل، وسمو انا شخصيا لا ارضاها، لا احمد طلب ولا لاي شخص واحد اخر، لا ارضى انا باش الناس تلعب بهذه الالعاب. قال واشي قال
يستقيل هذا رئيس المجلس الدستوري ويعينه واحد في بلاصته، ومن بعد هو هذا بن صالح يستقيله. هذا التلاعب، هذا تلاعب، يعني كأنك أنت تمارس في إقالة وحب تسميها أنت استقالة. يبركونا من اللعب. ما هو الفرق بينك أنت وبين النصار؟ هما كانوا يقولوا لمصلحة الوطن وانت راك تقول لمصلحة الوطن. من يضمن انت باللي غدوة انت تزيد تدير اكثر مما دار نزار واكثر مما دار توفيق؟ خليونا الاخوة، ما ناش في وقت انت حساب. احنا الان مطالبين على جلب باش كيفاش ننتقلوا باقل الخسائر، ننتقلوا من هذا الوضع. كاين بعض من الناس خايفين من هذه المرحلة الانتقالية، يعني يا سيدي كاين الناس اللي راهم دوك هما. صحيح هو انه راهو دوك مثلا احمد طلبي ابراهيمي شخصيه ومارس السياسه ومارس الحكم وانسان يعني ماهوش فاسد اخلاقيا وماهوش فاسد ماديا مقارنه بشخصيات اخرى وكذا، ولكن كاين اشياء ما تعرفهاش على احمد طلبي ابراهيمي. وما تعرفهاش احمد طلبي ابراهيمي مش تلفزيون. هل تعرف باللي احمد طلبي ابراهيمي راه معاه محمد السعيد؟ محمد السعيد اللي كنت نحكي لك انا راهم جمع بوتفليقه وكان مترشح وكان معينين وزير، ومحمد السعيد هو الكل في الكل، على بالك بيها ولا ما على بالكش؟ قادر دوك انت غدوه هذا احمد طلبي ابراهيمي رئيس حطوه ثم تغيير تاعك هذاك سمغ به. انا ما كي راني نحكي انا على القضيه هذه نتاع الفتره الانتقاليه، او مانيش نحكي فيها هكذاك برك من راسي. كاين بعض من الناس يهضر على احمد طالب ابراهيمي بلاك لربما في نهار وفي حياته ما خلطوش ولا قاعد معاه ربع ساعه، او مانيش نحكي من راسي، راني ننظر للمصلحه نتاع البلاد. انا لو كان جيت واحد من الناس الطماعين والله ما على بالي، خاصه بعد ما مشيت معاه ونعرف بعض الاشياء اللي ما نقدرش نتكلمها هكذا عند عامه الناس، باسكو على بالي باللي الناس تستغل في كل كبيره وصغيره. القضيه ليست مرتبطه بشخصه. صحيح هو ان الناس راه عندهم حسن نيه يطالبون بشخصيه محترمه وشخصيه اللي يشوفوا فيها، ولكن احمد طلب ابراهيمي مش تلفزيون، فهمت؟ احمد طلب ابراهيمي مش تلفزيون، مش وسائل الاعلام. وانا لما راني تحدثت على هذه المرحله الانتقاليه، حتى اذا كان مثلا حتى الثغره كاين الانسان اللي هو يسدها. لما يكون مثلا احمد طالب مش وحده، راه معاه مجموعه من الناس. قال درك غدوه احمد طالب ومات، هاي هذا الناس اللي راهم درك هما قال درك يراهنوا على احمد طالب. الدوله العميقه راك راح انت تقضي عليها في خلال تاع سنه او سنتين. اذا كنت تقول باللي ايه كاين منها ما تعرفش النظام ولا تعرف السياسه، دونك انت لما تروح تمشي انت للانتخابات وتنتخب انت احمد طالب ومات، كيفاش راح دير؟ راح تجيب احمد طالب واحد اخر؟ راح مشروع نتاعك دخل في الحيط ومات القايد صالح ودخلت في الحيط. الحاجه اللي لازم الناس تتناقش عليها هي مشروع نتاع مجتمع. يروح زيد ولا عمر من الناس لا يهم، المشروع ماشي. مثل ما قلت لكم لابد من مؤتمر في الداخل وفي الخارج، ومن بعد تتناقش الناس على خطوط عريضه تتفق عليها، تتفق الناس على ضمانات وعلى ميثاق، تتفق الناس على حكومه. الحكومه هي اللي فيما بعد تسير دير الانتخابات الرئاسيه وتمشي الناس وحده وحده. دونك انت كي دير احمد طالب ابراهيمي سواء بالانتخابات او بالمرحله الانتقاليه، والمرحله الانتقاليه مش اللي راني نتحدث عليها انا، انت اللي راهم يحكيوا عليها، راح توصل نفس النتيجه. يعني انت دير احمد طالب ابراهيمي بالانتخابات هاو الشعب مشى معاه، واش راح يدير؟ راه راح ينظم لكم انتخابات رئاسيه، يعني في مده سنه او سنتين ويدير لكم انتخابات رئاسيه. في هذه السنه او السنتين انت راك راح تغير هذا النظام؟ ما راكش راح تغيره. وكي دير انت مرحله انتقاليه نتاع سنه او سنتين من اجل تحضير الانتخابات، نفس الشيء نفس الشيء.
بالك لعود لما تدير انت مرحله انتقاليه راك رايح تربح بعض الاموال، ماكش رايح تدير انتخابات وحمله انتخابيه وكذا، راك رايح تربح اموال. لكن انا الشيء اللي راني نقول فيه، انا مش هذا التصور، انا راني نحكي على جزائر جديده، جمهوريه جديده اللي تسع الجميع. نتناقشوا، ما يهمنيش الاسيدي، انا نساوني تناقشوا انتم في بعضكم، انا نجي نغسل لكم المعن، والله نجي نسرجكم الصبابط. ها يا سيدي اللي جا خارج انا نسرج له الصبابط تاعو، تحشموه. انا اسيدي شوف، كونوا انتم شهداء وكونوا انتم مجاهدين وكونوا انتم ابطال وكونوا انتم مانيش عارف انا واش، اخدموا بركز يا سيدي. معليش انا ما نجيش خلاص، ما نحضرش طول، ولكن انت ركز على الافكار، ما تركزش على شخصي انا. كاين بعض من الناس يحب هو راهو على باله باللي هذه هي الفكره اللي تخدمه، لكن هو ما يقبلش الفكره، يحب يحطمك باي طريقه. ركز على الفكره، قنعني يا خويا. مؤتمر تتناقش الناس على خطوط عريضه في الداخل وفي الخارج. في الخارج راني قلت لكم على جال باش نجبدوا هذه الكفاءات، لانك انت لما تدير انت مؤتمر في الداخل رايح انت تجيب 10 او 15 او 20، لكن لما نديروا احنا مؤتمر في الخارج قادرين نوصلوه حتى ل 1000 ولا ل 2000، وفي الداخل نفس الشيء يوصل حتى ل 10000 او 15000. شارك انت يعني هاد الناس اللي راهم في الحركه على مستوى 48 ولايه، وفي الخارج تشارك الاحزاب، تشارك الجمعيات، تشارك الاطارات، تشارك الكفاءات، تشارك العلماء، تشارك المنظمات نتاع المجتمع المدني، تشارك كل الناس تشاركها، وفيما بعد تتناقش الناس فقط على خطوط عريضه، تتناقش الناس على ارضيه مشتركه، على ضمانات، على ميثاق، من بعد يجي زيد او عمر من الناس. انا لا اربط انا الجزائر باحمد طالب والله بزيد والله بعمر، انا قلت لكم في وقت سابق قبل ما تبدا الناس تحكي على احمد طالب هذا، قبل راه التسجيلات مازالها موجوده، اقترحت انا من بين الشخصيات احمد طالب وحمروش، وقلت لكم انا مازالني في نفس الفكره نتاع المؤتمر، مؤتمر في الداخل ومؤتمر في الخارج، يكون هناك نقاش لمده يومين ولا ثلاث ايام، تتشكل لجان كل لجنه في الاختصاص نتاعها. ومعليش يا سيدي درك راهم دوك قال مثلا هذه دوك الجماعه اللي راهم دوك في المؤسسه العسكريه، يا خويا خدموا خدمتكم. انا دوك كاين بعض من الناس اللي ربما انت تبدا تحكي هكذا يقول لك حنا رانا منبريسين بالوقت وكذا، وهذا الناس راحين يهربوا اموال. يا خويا كمل خدمتك، خلي القضاء يكمل خدمته، وهذا السياسيين يديروا هذه الخدمه هذه. وانا شخصيا مستعد، هاني نتكلم بالصوت وبالصوره، مستعد باش نتعامل مع الناس كل، مع عندو الجيش والله، مع الشعب والله كذا، نتعاونوا مع بعضنا البعض، يكون هناك مؤتمر ويرافق هذه المؤسسات الامنيه جديده سيدي. هاي فرضا راها تصفيت، ترافق يا هذا العمل، قال يجيو مثلا مجموعه من ولايه معينه، والله قال بالك حل عينيك، هذو راهم مبعوثين، والله هذو راهم مدسوسين، والله ونخيروا الكفاءات، نخيروا هاد الناس اللي هما يحوسوا على الخدمه نتاع الوطن، وتمشي الناس واحده واحده. اما درك هو انك انت تروح تحصرها لي درك انا في مجموعه من الناس قالهم هزوا ذاك فلان وهاهم اعتقلوه وهاهم سجنوه، درك انت هزيت ربراب اوكي راهو في السجن، يا هل ترى درك ربراب هذا رجعت الاموال اللي راهو هدرها؟ هزيت درك انت توفيق حطيته في الحبس، يا هل ترى رجعت الارواح؟ يا هل ترى رجعت هذه الوسمو الانفس هذه نتاع المختطفين رجعتهم؟ هم ماليهم مساكن مازالهم الى اليوم مازالهم راهم يعانيو، والله واحد لا على بالو بهم، يروح يديروا تجمعات هكذا، والله يديروا لقاءات هكذا، واحد ما على بالو بهم. كيف راح تعالج انت فتنه اللي فيها اكثر من 200 الف قتيل، وفيها اكثر من 20 الف مختطف، وفيها الالاف المؤلفه من اللاجئين، راه واحد ما يتحدث عليهم. كيفاش راح تعالج انت فتنه؟ وراها القضيه مش غير مرتبطه بسعيد بوتفليقه، ولا مرتبطه بتوفيق،
ماهيش مرتبطه بهم والله، غير قادر هذا التوفيق يموت، ولكن والله الدول العميقه غير مستمره بالتوفيق وبغيره. والمشاكل راكم كلكم على بالكم بها، راها مشاكل راها وصراعات راها صارت مورثه، راها من قبل الثوره وراها جايه ومازالها مورثه. وكاين بعض من الناس اللي هما دوك مثلا تحكي على تقول له انت تيفيتي تيسي باش تيفيتي دي بروبليم والله، يقول لك باللي انت هاك خايف والله. كاين يا اخويا شوف نقول لك، الانسان هذا سياسي مثل كيما قلت لكم انا شحال من مره تاع جوديشاك هذيك، انت واحد يستدرجك الحاجه يسيب باش تيفيتيها، ماشي انت تروح تعري صدرك وتروح تمشي به. ماكش تحث على روحك، راك تحث على بلاد تفنطيز هذاك وتعنطير على جيب، باش انت تعنطر على فرنسا ولا تعنطر على الامريكان ولا تعنطر انت على دول واحدة اخرى. ما تعنطرش يا خويا، انا خويا انا ضعيف، نحوس نخدم بلادي، حوسوا نعيشوا كيما الناس، هذا ما كان، حوسوا على العدالة، نحوسوا على التسامح والأخوة في بلادنا، نحوسوا على جلب باش تكون هناك مؤسسات شرعية ورسمية، نحوسوا هو أنه تكون هناك إدارة في البلاد، نحوسوا هو أنه تكون مستشفيات، تكون مدرسة جزائرية، ونحوسوا على جلب باش حنا نعيشوا في بلادنا. ماناش نطلبوا في المستحيل، رانا نطلبوا في حقوق اللي راهم عايشين فيها دول واحدة أخرى. ما نروح ندخل في صراع حتى مع دولة. نهار اللي أنت تبني مؤسسات شرعية ودير تغيير حقيقي، ويكون هناك تغيير في السلوك، تغيير في الخطاب، تغيير في النمط نتاع الحياة، تغيير في السياسات، تغيير في المنهجيات، فيما بعد انت نهار اللي توصل لواحد المستوى وان انه شعب يلحق لدرجة من الوعي ومن الثقافة ويلحق لدرجة، من بعد انت تقدر فيما بعد انت تصير انت تنافس في دول، وتصير انت فيما بعد تفرض في امور واحدة اخرى. ناس تحكي لك على الجماجم نتاع الشهداء في فرنسا، ولا تحكي على الجماجم نتاع الناس الذين قتلوا في التسعينات. ما تحكيوش على المختطفين، احكيو على الجماجم، جماجم نتاع شهداء ومعلومه وراها بالك حتى موثقه بالاسماء وبالتواريخ، وقال هاو النهار الفلاني هاو قتلوه في النهار الفلاني وهاو التاريخ نتاعو. مختطفين واحد ما على بالو بهم. احكي له على بيجار، احكي لي على نزار، كي تحكي لي على نزار من بعد نحكوا البيجار، واحد زايد واحد، احكي لي على نزار قبل، احكي لي على التوفيق، احكي لي على طرطاق. بالمناسبة طرطاق، المهم لك كان خاصك الياورت ولا خاصك التاي، تاي هاو محمد العربي يبعث لك شوية من هذاك اللي يديروا في الكاس هذاك. وانا ثاني راني يعني لك نروح للبلاد والله، بلاك ان شاء الله نتقهواو ثم ونديرو فيها حوار كما اللي كنا نديرو فيهم في اذاعه وطني، ونديرو ثم حوار في الجزائر. سقسيوك هكذا، نسقسيوك على قضايا مختلفه، قضيه نتاع الشينيول هذه كاين منها والله ما كاينش منها، نسقسيوك على قضيه نتاع وسمو نتاع الرمكه نتاع بن طلحه نتاع وسمو، قضايا تاع واسمو التجمع هذاك نتاع التمزقيده، سقسيوكم بالواحد هكذا ونفهموا برك، حابين نفهموا واش صار في البلاد. فهمتوا الاخوه؟ هذه هي الاخوه والاخوات، اتمنى هو ان راني افدتكم بهذه المداخله. خلي يا سيدي الناس راها تواصل في الخدمه نتاعها، خدموا على رواحكم، لكن يا حضارات الضباط شعب راهو يطالب، وكاين شعب كاين بعض الامور اللي ما يفهمهاش، هو ما يفهمش هذه. انت قال مثلا كيفاش انت تروح للسعيد، تروح ليه انت عن طريق ملزي والله عن طريق واحد باش تلحق ليه فيما بعد تخليه هو الاخر، هذه شعب ما يفهمهاش. شعب هو يحبك تروح طول ليه، ماشي حتى ذكا يكتشفوا الناس باللي راهو سعيد بوتفليقه هو اللي عين بن صالح، وراهو عطاو له فيه رشوه، وراهو كذا، وراهو قال له التوفيق وكذا، باش من بعد هو صار مال بن صالح مالهم عيطولو ثاني، عيطولو ثاني، راه عيطت له المحكمه ايو بن صالح يدير استقاله. شعب ما يحبش يفهم هكا، شعب هو قال راهو يطالب بذهاب بن صالح، لانه راهو بالنسبه ليه النظام هذا خلاص
اعلن الطلاق معاه خلاص، ما يفهمش هو هذيك الضغط فيها من الماده 107 والماده 109 والماده 140 والماده مش خلاص. هو شاب خرج هذا وراهم دوك، انت ما مش كلهم راهم ناس نتاع قانون ولا راهم ناس يحوسوا، قال كاودين حوسوا نعيشوا، كرهنا من الرشوه، كرهنا من السرقه، كرهنا من بني عميس، كرهنا من الفساد، كرهنا من العنصريه، كرهنا من الجهويه، حابين نعيشوا فقط في بلادنا خاوه. هذا مكان كاين اللي راهو يقول لك يا خويا كيما يقولوا في البلاد، شتك سرا وكاس نتاع ماء والراس في السماء. كاين ناس راهم عايشين هكا، هاكم تشوفوا لعلكم في هذه المده نتاع شهرين فيه تلاحم ولو بنسب، فهمت؟ هاكم شفتوا قضيه نتاع الحرقه، قضايا كثيره راني شفت، انا نشوف في ناس راهم فرحانين، ناس راهم ملتين بالحراك، راهم الناس دخلت لهم الدوده هذه تاع السياسه هذه، كاين اللي راهو صراحه ما يروحش للدار باليومين بثلاث ايام يعيطوا. المهم كرهت الناس، كرهت الناس، جات فرصه على جال باش الناس راها تعبر، الناس حريه يا صاحبي، او بالحريه راك تخدم كلش، حريه الناس تبدع، راها الناس تصور، راها الناس تبيع، راها الناس تتكلم، راها الناس تعبر، راها الناس كذا. يا صاحبي انتم رايحين مسكرين الابواب وكل والقنوات الفضائيه، هي فرصه، فرصة باش نشوفوا وجوه جديدة، نشوفوا خطاب جديد. راه كرهت الناس، هاهم جابوا العقيد علي الشريف والله ما عارف كيفاش يسميوه، أرواح وجه يحكي لنا على القيد صالح، يعني لهذه الدرجة تستحمروا في الشعب؟ استناو حنا يجي باش يجي يهدرنا واحد هكذا من اللي يحل عينيه وهو يضرب في البروصة بالسنيطرة طنان طنان طنان. جيبوا ناس في المستوى، جيبوا ناس اللي يتكلموا كلام هذا. وين اكتشفتوا باللي جنرال توفيق راهو كان يقشر في البطاطا، والجنرال توفيق راهو كان يضرب في الفروطوار، هذا اكتشفتوها من التسعين وهو يبوطر في خاوتكم الجزائريين. أليست النهار اللي كنت تقول باللي سعيد بوتفليقة نس ملاح؟ أنيس رحماني يا خويا، ومشي كنت تقول لنا باللي هو سعيد بوتفليقة ونس ملاح وحبسوا بوليسي في الطريق وتحالوا بوليسي يا صاحبي، دوك ولا رئيس عصابة، وغدوة يروح القايد صالح يجيو جماعة واحد أخرين نورمال. انا دوكا مجمعه سمعوا قال لك باللي احمد طالب هما عيطوا له كل يوم يبعث لي واحد انفيتاسيون باش نشوف الناس برك 18 واحد ما على بالو بيه. يا اله الا الله محمد رسول الله. المهم الاخوه والاخوات، اتمنى هو ان راني ما زدتش عليكم، نلتقي ان شاء الله ربما في نقاشات واحدة أخرى. إذا كان فيه جماعة راهم سهرانين ويحبوا يدرجوا ويحبوا نقصر شوية، والله غنزيد نقصر معكم شوية، ما عندي نقصر مع بعضنا شوية. نلتقي بعد قليل، هيا تحياتي لكم.